وصلنا لمدينة أور العظيمة. صراحة المنظر جدا جميل، ما شاء الله، شي حلو. السواح الأجانب، العراقيين المتواجدين من البصرة، من الناصرية نفسها، ومن باقي المحافظات، تحس فد شي حلو. بس شلون وصلنا هنا؟ عجيب، فجأة بأور؟ لا مستحيل، مستحيل فجأة بأور، لازم أكو فد شي. يعني إيش؟ لحظة، بس خلي أفتهم. لحظة، مرحبا شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ومثل ما عودناكم سابقا، اليوم وجهة جديدة وطريق جديد وأماكن جديدة كالمعتاد. يعني قررنا نروح نزور مدينة الناصرية، نزور آثار أور، ونشوف شنو موجود هناك بالمنطقة، نستكشف الوضع. أول ما أجينا فتحنا جوجل ماب، ثبتنا النقطة على الخارطة. صح، أعرف، ساعتين ونص نحتاج، 212 كيلومتر المسافة. مشينا، صورنا، سمعنا أغاني، واحدة واثنين وعشرة، خلص تليفوني الأول، حولنا على التليفون الثاني وإحنا نمشي، خلص تليفون الثاني حولنا على الثالث، جزعنا من التليفونات، صار على الطلبية. هنا وقفنا، طلبت أغنية كاظم الساهر، كان صديقي، ووقفنا نحمل وننتظر على ما حملت، وشغلناها مرة ومرتين وثلاثة، وملينا وانطلقنا. حقوق الطبع والنشر شباب، لا حد يستطمع، نصيت أحسن إنه لا نتورط بهاي السالفة. مشينا بالطريق وصورنا من جميع الجهات، من الأمام صورنا وملينا، ومن الجانب هم جيت صورت، ما قصرت، وروحي طلعت من التصوير. ودخلنا حدود الناصرية، ما شاء الله، وبينت مدينة أور، بس مو بسرعة، ورا تيهتين تهنا مرتين حد ما وصلنا لهاي النتيجة. الحمد لله مدينة أور أمامنا حاليا. هسه شباب، يعني فقرة المعلومات، نعطيكم شوية معلومات عن زقورة أور. تعتبر من أقدم المعابد بالعراق، تقع غرب المحافظة، محافظة الناصرية. الملك اللي أسسها أور نومو، ما أدري شنو هذا الاسم، بس يلا مشي، من أعظم ملوكها، سنة 2100 قبل الميلاد، وتعتبر معتنق يعني ديانات متعددة. زقورة أور يعني مستطيلة الشكل، أبعادها 200 إلى 150 متر، وارتفاع 45 قدم. إن شاء الله راح تشوفون، راح نصعد فوقها وتشوفون الارتفاع مالتها. يعني أكو يمها مقابر، أكو يمها معابد، شيء حلو إن شاء الله. هسه شباب خليكم ويانا، راح تشوفون وإحنا متقربين لها، تشوفون الأوضاع شنو موجود بيها ما موجود.
وصلنا لمدينة أور العظيمة. صراحة المنظر جدا جميل ما شاء الله، شي حلو. السواح الأجانب العراقيين المتواجدين من البصرة، من الناصرية نفسها، ومن باقي المحافظات، تحسفت شي حلو. بس اللي فاجئك بالموضوع انه عمرها 5000 سنة، شلون بقى الصامدة كل هاي الفترة؟ يعني شيء عجيب سبحان الله. ما نعرف الهندسة البناء يعني فتشي كلش حلو. ابقوا ويانا وراح تشوفون ان شاء الله لقطات من فوق، وراح نصورها ونشوفها. Competenze archeologiche non siano in dubbio, non siano in dubbio. Io l'ho visto e anche Stefano è molto bravo. Sì, sì, io scientificamente non proprio non ho. Sono gente con esperienza, forse, ma hanno bisogno di me. Io يلا علي، لا خليك لي بعد اخره علي فشده اكو شغلات اضافيه بيها يعني حسب بالحديث، هاي مثل هاي البوابه الخشب، طبقات كونكريتيه فوق الطبقات الطابوق يعني على مود لا يحافظون على البناء على مود لا ينهدم، لان تعرفون هذا اللي متبقي من عنده. هاي الطبقات على لا تخلع. عمار صدامها. وهذا الجزء يخص قصر الملك شلوقي، يعني يمتاز بالأساس مات العريض، ما شاء الله سميك. الصراحة يعني تفاجأت من شغلة انه مبني بطابوق واسفلت حتى الزقورة، او مو اسفلت وانما زفت احنا نسميه عندنا. Thank you.
اللي هنا شباب نختم جولتنا وياكم. شكرا للمشاهدة والمتابعة، أتمنى أكون ما قصرت وياكم. متبقي الجولة هي كانت داخل مدينة الناصرية، زرناها وزرنا الأماكن اللي بيها، ردنا نشوف شنو المعالم الثانية اللي بيها. المدينة كانت حلوة ما شاء الله، متطورة، صحيح هي صغيرة أصغر من البصرة بس ما شاء الله عليها كلش حلوة. أتمنى تكونوا استمتعتم، شكرا لكم.